الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أريد أن ألقي أمامكم خطبة قصيرة حول كلمة من أعظم كلمات الإيمان والثبات والمثابرة، ألا وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه والثقة ببعدي والرضا بصنيعي وحسن الظن بي وانتظار الفرج من أعظم ثمرات الإيمان وأدل صفات المؤمنين، وحسن الظن بي وانتظار الفرج من أعظم ثمرات الإيمان. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأن، يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعلها الله عليه بردا وسلاما، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هددوا بجيوش الكفار وكتائب الوطنية وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها السادة، إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصانع الأحداث ولا يقاوم المرمات ولا يناصر الخطوب، لأنه خلق ضعيفا عاجزا إلا حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه، وإلا فما حيلة هذا العبد الفقير الحقير إذا احتوشته المصائب وأحاطت به النكبات؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذي القوة المتين. وما علينا إلا البلاء.